حضرة المسؤول أي متى رح تحلوا قصة رئاسة الجمهورية وتنتخبوا لنا رئيس؟ أي متى؟ بدكن طولوا بالكن، الموضوع بده 5 دقايق. طيب مشاكلنا الاقتصادية اللي عم نعاني منها قلنالكن بدك تطولوا بالكن، الموضوع كله بده 5 دقايق. يه هالقد الحل سريع يعني؟ طيب أي متى رح نرتاح من خطر داعش والإرهاب؟ مثلاً إنيلكم بدك تطولوا بالكم، الموضوع بده 5 دقايق. المسؤولين اللبنانيين هن أكبر شركة للكذب والتفنيس والتفشيط، ولو في شعب واعي بلبنان كان موضوعهم كله على بعضه بياخد 5 دقايق. ما قلنالكم 5 دقايق؟